أين كانت أسبانيا وقت الحرب العالمية الثانية؟ كتير منا بيقرأ عن الحرب العالمية الثانية أو بيشوف مشاهد ليها، لكن بيلاقيش كلام كتير عن مملكة أسبانيا. أين كانت أسبانيا في الحرب العالمية الثانية؟ أسبانيا قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة كانت بتعاني من حرب أهلية صعبة جدا. مات 500,000 أسباني في الحرب الأهلية الأسبانية من 36 ل 39. الحرب العالمية الثانية بتبدأ إمتى؟ 1939. تنتهي إمتى؟ 1945. الحرب الأهلية الأسبانية إمتى؟ 1936. تنتهي إمتى؟ سنة 39. يعني سنوات الحرب الأهلية انتهت، الحرب العالمية الثانية بدأت. ال3 سنين الصعبين دول كان إيه الأساس اللي فيهم؟ كان حكم أسبانيا حكومة شيوعية، حكومة الجبهة الشعبية، دي حكومة شيوعية لأسبانيا. الجنرال فرانكو قرر أنه هو يعمل على إسقاط هذه الحكومة الشيوعية وإلا تصبح أسبانيا دولة شيوعية. فالجنرال فرانكو اشتغل بقوة لإسقاط الحكومة. لما حصل ده بدأت الحرب الأهلية الأسبانية، ومات زي ما قلت لحضراتكم أكتر من 500,000 أسباني في هذه الحرب الصعبة جدا. المدهش أن الجنرال فرانكو أثناء الحرب الأهلية الأسبانية خد دعم مين؟ هتلر وموسوليني. يعني هتلر وموسوليني دعموا فرانكو أثناء الحرب الأهلية الأسبانية، لكن لما قامت الحرب العالمية باعهم، ما وقفش معاهم والتزم الحياد. ليه التزم الحياد؟ انه مش قد الحرب العالمية التانية، فهو استغل هتلر، ده الوحيد اللي استغل هتلر، خلى هتلر يقف معاه في الحرب الأهلية الأسبانية وباعه في الحرب العالمية الثانية وخد موقف الحياد، فنجا بأسبانيا من الحرب الأهلية من الحرب العالمية الثانية. فرانكو في رأيين، رأي الخصوم ورأي المؤيدين. رأي الخصوم بيقولوا إن فرانكو ده كان ديكتاتور وكان قاتل وكان مجرم وقتل أنصاره الشاعر الكبير لوركا، وإن هو كان شخص فاشي مستبد في حكم أسبانيا. إنما رأي تاني إن فرانكو هو اللي حدث الدولة الأسبانية، وإن أسبانيا قبل فرانكو غيرها بعد فرانكو، وإن المدة اللي قضاها فرانكو في السلطة هي التي أدت إلى تحديث وإلى تقدم أسبانيا ما يسمى بالمعجزة الأسبانية. في كل الأحوال فرانكو رأيين فيه أثناء حكمه لأسبانيا، وعصره اسمه عصر فرانكو في التاريخ الأسباني. إنما المثير جدا أنه قدر ياخد دعم هتلر في الحرب الأهلية، وقدر يبيع هتلر أثناء الحرب العالمية، وقدر ياخد موقف الحياد، وبالتالي ينجو من آثار الحرب العالمية الثانية.